صباح الشروق قربت الى بعض المواطنين بميكروفون من امضاء زميلتنا اسماء وطرحت على سؤال على بعض الشباب علاقتهم مع الام اذا كان الجزائري يخجل ويحشم انه يقول كلمه نحبك لامه لانه معروف في المجتمعات العربيه انهم كاين بعض التحفظات خصوصا المراهقين قدام صحابه يحشم اللي يقول نحبك. راح نشوفوا بعض الاراء والسلوكيات اللي كانت عفويه من خلال هذا الصبر للاراء بامضاء مميز كما ذكرت لزميلتنا اسماء. نتابعوه راجعين. يلا تفضل. انا على كل حال كل صباح نخرج كذا نسلم عليها نقول لها نحبك دعي لي دعوه الخير. تسمى هذه كلمه نحبك نقولها لها يوميا هذه ماشي زعما كل ما نوض صباح نسلم لها على راسها كذا منا نكسر معاها ايا كي نجي خارج نقول لها دعينا دعوه الخير هذه تسمى تقدر تعيط لها قدامنا تقول لها نحبك نقدر نعيط لها قدامك بيان سور نعيط لها علاش بصح الا ريبوندات باسكو يا تيليفون هاك الخطرة ولا مرمي لا لا باسكو كي تعرفي من داك لا فامي بيناتهم كدا تعيط لختها تعيط لكدا منها كي تعرفي لي نسا الا برونشات في التيليفون تسمعها خلاص معليش معليش نقولها لها في الكاميرا نحبك ونموت عليك وربي يخليك ليا وهذه هي تاج الراس. اخر مرة قلت لماما كنحبك وقتها انت يا ربي من العيد من العيد تقدري تقولي لها نحبك مادامها بحذاك نموت عليها زين كذب عليك ولا نموت عليها نحبها ونهبلها نورمال يما يا نحبك ونموت عليك العجوز ترى مو نهبلك بصح نحبك يا تقدر تعيط لها قدامها انا تقول لها نحبك شحال نعيط ما عنديش النيميرو تاعها والله ما عندي والله ما عندي كيفاش هذه تحبها ما عندكش النيميرو بدلاته يا والله نحبها تصح ما كاش اللي ما يحبش يما نهبلها وهكا وما دايما تجي تقول لي يا وليدي انت هو المازوزي خلاص نبلد يا هي صح ما صارحتهاش بها بصح هي في قلبي سما نقولها لها بزاف كي نشوفها نقولها لها بزاف هكذاك في قلبي برك كيفاش تقولها لها في قلبي تقول ما جامي قلتها لها هكذاك ديريكت من داك في الظروف نقولها لها شغل تقولها بالافعال نقولها لها بالافعال واش دير لها باش تحسسها باللي راك ندير لها بزاف فيس ما نعاونها في اي عبسه تحبها تقدر تعيط لها قدامنا تقول لها نحبك نقدر الو عرفك باللي نحبك بزاف هكذاك واش تاع الخير نحبك وخلاص صحيح باي